الريس قال ايه حضراتكوا سيد العارفين او اسياد العارفين واكيد اكيد كله عارف انه واحد زياده الحد آه الادنى للاجور في مصر وتحديدا في الجهاز الاداري للدوله واصحاب الكوادر الخاصه فيزداد بموجب هذه القرارات دخل الموظف بحد ادنى ألف جنيه شهريا ومش من بداية من العام المالي الجديد لا ده بداية من أول إبريل عشرين تلاتة وعشرين طب تعال ناخدها واحدة واحدة بعد إذن حضرتك أول حاجة زيادة الأجور للعاملين بالدولة رفع الحد الأدنى للدرجة السادسة وما يعادلها 3500 جنيه شهريا كم؟ 3500 جنيه طيب الدرجه الثالثه النوعيه وما يعادلها 5000 جنيه شهريا مره كمان 5000 جنيه شهريا حاملي درجه الماجستير من العاملين بالدوله 6000 جنيه شهريا ده كل ده الحد الادنى بتاع حامل درجه الماجستير من العاملين بالدوله حد ادنى لحامل درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة 7000 جنيه شهريا بس كده لا تعال نكمل وعشان برضو تبقى فاهم يعني ايه حد الاعفاء الضريبي افترضنا انه فلان الفلاني بياخد السبعة آلاف جنيه ياهم إيه دول يعني معناها انه اخر السنة يبقى دخله السنوي كام مظبوط اربعة وثمانين الف بنعمل ايه لحد قبل قرارات الرئيس كنا بنروح نقول والله اربعه الف طيب احنا هنعمل حد اعفاء اربعه الف جنيه يبقى ساعتها هتتحاسب ضريبيا على ستين الف بس دلوقتي لا هتتحاسب ضريبيا على كام على اربعه الف لانه الحد بتاع الاعفاء الضريبي زاد من اربعه الف بقى ثلاثين الف تمام وده برضو من اول ابريل عشرين وعشرين اهالينا أصحاب المعاشات الناس اللي خدمت البلد عمرها كله فتبقى في زيادة للمعاشات المنصرفة لأصحابها أو المستفيدين عنهم طب الزيادة كم في المية؟ 15 في المية اعتبارا من أول إبريل 2023 طيب والفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة كل الفئات الماليه زادت بنسبه خمسه وعشرين في الميه اعتبارا من اول ابريل عشرين طيب هل المساله بس كده ولا لازم نرجع بذهننا لورا تقريبا سنه هو احنا لازم نرجع تقريبا سنه طب هل المساله بس متعلقه بالعاملين بالدوله ولا كمان اهالينا الفلاحين والمزارعين ينوبهم من الحب جانب ينوبهم من الحب جانب طبعا الرئيس عايز ايه سؤال الرئيس عايز تحسين احوال معيشة المواطن وكلمة المواطن يا سادة يا كرام تمتد على عموم المواطنين المصريين اللي هم تقريبا 105 مليون بني آدم فيهم اللي بيشتغل في الدولة وفيهم المزارع وفيهم العمل اليومية وفيهم اللي بياخد المعاش تكافل وكرامة وفيهم اللي خدم البلد سنين عمره وطلع على المعاش وهكذا طيب خد بالك ان مستهل كلمة الريس كان ايه الازمه وقال ايه قال ان هذه الازمه العالميه الحرب الحاليه هي حرب اقتصاديه بين الشرق والغرب بمنتهى الوضوح والبساطه والايجاز فبما انها حرب ما بين الشرق والغرب اقتصاديا كان لازم الحكومه تشتغل على تخفيف من وطاه هذه الظروف الاقتصاديه اللي جابتها الحرب. طب هي الحكومه اشتغلت المره دي بس ولا هي من السنه اللي فاتت؟ انا هرجعكم طبعا على السنه اللي فاتت لكن تعالى نسمع جزء من كلمه فخامه الرئيس. فانني اوجه الحكومه بالتنفيذ الفوري للاجراءات التاليه. اولا التعجيل باعداد حزمه لتحسين دخول العاملين بالجهاز الاداري للدوله واصحاب الكوادر الخاصه اعتبارا من اول ابريل 2023 بحيث يزداد بموجبها طب اقول لكم بس الكلام عشان هتسقفوا ولا ما تسقفوش. طيب بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد ادنى 1000 جنيه شهريا. ثانيا ثانيا زياده الحد الادنى للاجور للعاملين بالدوله وذلك على النحو التالي. بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهريا. بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهريا. بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهريا. بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهريا. ثالثا <applause> زيادة المعاشات المنصرفة لأصحابها والمستفيدة عنهم لتكون بنسبة 15% اعتبارا من أول إبريل 2023. <applause> رابعا رابعا رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنويا اعتبارا من أول إبريل 2023 خامسا زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25 شهريا 25% شهريا اعتبارا من أول إبريل 2023 ده جبر خواطر ده